تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقية تعزية ومواساة من أخيه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، أعرب فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة المغفور لها بإذن الله تعالى سمو الشيخ عائشة بن سلمان الخليفة، سائلا سموه المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته وأن يلهم جلالته جميل الصبر وحسن العزاء. كما تلقى حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى برقيتي تعزية ومواساة مماثلتين من كل من أخيه سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ولي العهد بدولة الكويت، وسمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت.